الأسوأ من كده تشوف الرد الفعل الأمريكي، والرئيس بايدن وماشي بغلاطة كده وعنجهية وكأن ما يحدث ده شيء طبيعي خالص، وقتل الناس دي وقتل الحاجات دي لا يخطر على باله، وكل ما يتكلم يقولوا طوفان الأقصى. طيب ماشي، طوفان الأقصى فعلا قتل مجموعة من الإسرائيليين، مش هنقيمه كان صح ولا غلط، حتى غلط، إنما الانتقام كان من شعب غزة كله، من الشعب الفلسطيني كله بشكل مبالغ فيه جدا جدا، مما يعني ضمنيا انه اذا اتقتل واحد اسرائيلي فمش كتير ابدا يتقتل قدامه 100، وفعلا ده اللي حصل. وبالتالي انا الحقيقه كان المساله بالنسبه لي ما فيهاش فصال، مش محتاجه تفكير كتير يعني. فقلت فعلا انه بهذه الوقائع الاسرائيليين بيثبتوا بالفعل انه كثير جدا مما يقال عنهم، كثير جدا من التشكك فيهم صحيح، وانا فعلا بعتذر ان انا يعني احسنت الظن بيهم، وان هم يعني بيتصرفوا كشعب متحضر او كشعب يعني عنده حس ادنى من العداله. هي مش مساله الشعب انما القياده الاسرائيليه، طبعا في يهود وفي اسرائيليين احتجوا وكل حاجه، انما السلوك بتاع الدوله الاسرائيليه والحكم الاسرائيلي ونتنياهو وتدعيم بايدن له كانت مساله قاطعه وفاصله بالنسبه لي يعني. فلقيت المساله محتاجه لمراجعه، مش عيب ابدا ان الواحد يراجع نفسه وان هو يعني يعيد النظر في اشياء كثيره كانت عنده. انا الحقيقه ما حبيتش اقطعك في هذه المقدمه المهمه. ايه المشهد اللي خلاك بالفعل تمسك القلم وتقول انا اعتذر؟ هل مشهد الاطفال الرضع اللي في الحضانه، ولا مشهد الاشلاء، ولا مشهد الطفل اللي مكتوب اسمه على رجله؟ اي المشاهد اللي خلاك تحس انا فين، انا واقف فين، انا كنت واقف غلط؟ والله كل المشاهد يا حمدي، بس بالذات الاطفال، بالك لان هؤلاء الاطفال لم يرتكبوا اي ذنب، والاهم من كده لم تجد لدى الاسرائيليين اي احساس بهذه المساله. لا، طب هو انتم مش مدركين البهدله اللي نازل فيها الناس اللي بتموت دي؟ انت عارف يعني ايه ان واحد او واحده اب او ام شايل في ايده ابنه الصغير اللي هو عباره عن حطام في ايديه، او عباره عن يعني جثه هامده، منظر عشرات الجثث الملفوفه في اكفانها البيضة والناس واقفه تصلي عليه. ايه يا اخوانا، دي حاجة مشاهد لم تراها البشرية. ما طبعا، ايه اللي بيحصل ده؟ طبعا لا يمكن انك اي انسان عنده ذرة من الضمير وذرة من الاحساس يعني يقبله خالص. هو يعني التوقيت بيفرق معايا قوي، انت كتبت المقال ده امتى وفي اي ظرف؟ لا ابدا يعني، ما هو بعد ما المسائل يعني انا اقصد ان المجزرة بقى لها 40-45 يوم. لا، ما الحكاية يعني تكاثرت كتير يا عمي. طب طبعا ما فيش نقاش. يعني انت في البداية كنت باصص للأمر؟ لا يعني ممكن بتحصل في الحرب، بيحصل في ناس وبتاع. انما لا يا اخي، ما هو اصل شوف، في البداية خالص كانت الحركة بتاعت طوفان الأقصى